السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون يونت 12 لسن 1. ان شاء الله ده هيكون اليونت الاخير معانا. ركز بقى معايا عشان لسن الاولاني ده بيتكلم عن المقالات والجرايد والمجلات والكلام ده كله. يلا بينا. اول حاجه صحيفه معايا اسمها نيوز بيبر. نيوز بيبر ما قلتش نيوز بيبر. نيوز بيبر نيوز بيبر نيوز بيبر اخبار يعني نيوز. بلاش نيوز عشان خاطري. نيوز نيوز نيوز. ومقاله يعني ارتكل article. تاني article. بص ال article. بص بجيب ال ازاي. ال زي people simple jungle article. بعد كده عندي كلمة اعلان اسمها بص بالامريكان اسمها advertisement advertisement advertisement. اما بالبريطاني اسمها advertisement advertisement. طبعا الكورس كله كان بالامريكان accent فنخليها advertisement advertisement. طيب شفت انت لما بتيجي تنزل صوره على الفيسبوك بتكتب حاجه على الصوره عشان لما تنزل. ده اسمه شرح الصوره يعني بنقول عليه كابشن. كابشن كابشن كابشن. اي مجله او اي صحيفه او اي جورنال بيكون فيه حاجه اسمها عنوان رئيسي للمقال. ده اسمه هيدلاين 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 هيدلاين. في بقى بيكون فيه عنوان ثانوي. ده بيكون ساعات كده بيكون يا اما تحت العنوان الرئيسي يا اما هتلاقيه في اخر المقال خالص. ده بيبقى اسمه باي لاين باي لاين باي لاين. شفت لما يبقى في مثلا في الجورنال حاجه كده بصور كرتون. ده بيكون حاجه كاريكاتير مرسومه عشان تعبر عن قضيه معينه او عن حاجه معينه او موضوع معين بشكل ساخر او بشكل مضحك. اسمها كرتون كرتون كرتون. والمسرحيه المسرحيه اللي بتشوفها زي مسرح مصر كده اسمها بلاي play play. والرياضات اللي بنلعبها اسمها sports sports. بص ما قلتش sports لا rts ثلاثة consonant بتشيل الحرف اللي في النص. sports sports sports. او ممكن تقولها sport sports sport. بص الار مع التي sports sports. خليها sports sports. الاثنين صح. طيب كلمة طقس يعني weather weather. لساني في th weather weather. لما بيكون مثلا في مذيع مثلا جايب ضيف هو بيعمل معاه حاجة اسمها interview 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 مقابلة. او برضو لو انت راح تقدم على شغل فانت برضو بتعمل لك interview interview. معدات طبية اللي بيستخدمها الطبيب اسمها medical equipment medical equipment. مستر انت قلت لي معدات ليه ما قلتش medical equipment. لا كلمة equipment في شكلها كده من غير اس معناها معدات ودي كلمة شاذة كده equipment. بص equipment من غير اس. طيب المجتمع اللي انت بتعيش فيه او المجتمع الصغنن ده المجتمع اللي حواليك يعني بقى جيرانك والحتة اللي انت عايش فيها بقى لها community 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 community. عايز اقول لك community ماشي بس احلى community community. طيب في عندي حاجة اسمها الباك بيج back page. لو لما بتقلب الصفحه او الصفحه الاخيره يعني من المقال اللي انت بتقراه back page. مدير المدرسه بتاعتك اسمها اسمه head teacher head teacher head teacher. سابقه السباحه اللي بتروحها دي اسمها swimming competition swimming competition. swimming يعني سباحه competition يعني مسابقه competition. ممكن بقى تشيل كلمه swimming وتحط اي حاجه ثانيه تبقى reading competition مسابقه القراءه writing competition مسابقه الكتابه. ميداليه يعني medal. لما بتكسب في المسابقه بتاخد الميدال medal medal. ممكن الميداليه دي تبقى gold تبقى silver تبقى ايا كان. العاب يعني games 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 games. لو في حاجه حلوه قوي او رائعه قوي قالها brilliant brilliant. ما بتكش على التيلي في الاخر عشان قبلها ان brilliant brilliant brilliant. لو في حاجه ممتعه او شيقه بنقول عليها interesting interesting interesting. لو عايز اقول لحد قشط عليك الله ينور اسمها well done well done well done احسن. لو عندي جبل وعايز اجيب اعلى نقطه في الجبل اسمها التوب توب توب دي اعلى نقطه. السفينه بتقف في حاجه اسمها المينا. المينا اسمها port port port. والمطار اسمه airport airport airport. بيقف فيه الطيارات. البورت بتقف فيه السفن. طيب دولة يعني country country country. منتصف المدينة اسمه كده center of the city. وتقول center ممكن تقولها center center of the city center of the city the city center of the city او center of the city. الاثنين صح. كلمة معلومات يعني information. ايوه information مش informations. هي كده اسمها information information. طب يا مستر معلومة واحدة
a piece of information. بص على البورد, a piece of information. النص نص مكتوب, اي حاجة مكتوبة نص زي ده كده اسمه text. text text, حتى بتكتبه في رسالة اسمه text. text, والقصة اسمها story. story story, يشرح يعني explain. explain explain, لو حد هيخبر حد بحاجة فاسمها tell. ما قلتش tell, قلت تا تا tell tell, بفتح الاي شوية تا tell. يحدث يعني happen. happen happen, what happened, ايه اللي حصل, لان ده الماضي من happen. عايز اقول حاجة كده اسمها something. something something, do you want something to drink, اجيب لك حاجة تشربها. عايز اقول يمكن او ربما اسمها might او may, الاثنين صح, may او might. may present, might past. طيب يا سيدي دي كانت الكلمات, تعال نشوف بقى الديفينيشنز اللي موجوده عندي في اللسن ده. طيب اول حاجه معايا هي النيوز بيبر. نيوز بيبر الصحيفه او المجله, بنقول عليها a printed publication, براحه a printed publication يعني منشور مطبوع. consisting of, بيتكون من folded sheets, اوراق مطويه كتير كده, اوراق مطويه كتير اللي هو الجورنال. and containing news, وبيحتوي على معلومات او اخبار. articles, ومقالات. ها advertisements, وكمان اعلانات. وكلمة ATC اللي هي etc يعني وغير ذلك, حاجات شبه كده يعني. تاني حاجة news. news يعني اخبار, فبيقول لك newly received. newly received information, معلومات لسه طازة, معلومات لسه جاية حالا. especially, وخصيصا about important events. about important events, بتبقى مخصوص يعني عن الاحداث الايه المهمه اللي دايره في البلد. بعد كده الارتكل. ارتكل يعني مقال, فبيقول لك a piece of writing. a piece of writing, قطعه مكتوبه. included with others, مع قطع ثانيه مكتوبه. in a newspaper, موجوده في مجله. or magazine, مجازين برضو يعني مجله, موجوده في صحيفه او في مجله. دي يعني الارتكل او المقال. بعد كده الادفيرتايزمنت, الاعلان. a notice or announcement, يعني انت بتعلن عن حاجه معينه في اشعار او اعلان معين, موجود فين؟ in a newspaper, magazine, etc, موجود بقى في صحيفة, في مجلة, في جورنال, في اي حاجة. ده اسمه advertisement. يعني مثلا لما تبقى بتدور على ناس تشتغل, ده بتعمل advertisement في الجورنال. لما بتدور على اي اعلان بتحطه في الجورنال بيبقى اسمه advertisement. وطبعا بيكون في فرق ما بين advertisement والannouncement, اكلمك عنه بس طبعا مش عايزك تشغل بالك بالحاجات دي دلوقتي يعني. بعد كده عندي الكابشن, زي ما قلت لك الشرح يبقى مكتوب على الصوره اللي بتنزلها مثلا على الفيسبوك. فبيقول لك اهو a title, هو ايه العنوان, a title او title الاثنين صح, or brief او المختصر يعني, يا عنوان او عنوان مختصر يعني. ماله بقى explanation, ها to an article cartoon edition, يعني لما بيكون مثلا في موضوع معين في الجورنال بيتكتب له كابشن, الكابشن ده بيشرح باختصار الموضوع ده بيتكلم عن ايه, ده يعني الايه الايه الكابشن. لا ركز معايا كده, كابشن كابشن. بعد كده عندي الهيدلاين, والهيدلاين ده هو العنوان الرئيسي للمقال او العنوان الرئيسي اللي بيبقى موجود في الجورنال, اللي بيبقى مكتوب بخط كبير كده. فبص هو بيقول لك ايه, ذا مين تايتل, هو العنوان الرئيسي. ات ذا توب, وبيكون في القمه في اعلى الصفحه. ات ذا توب اوف ان ارتكل, لا اعلى الصفحه للمقال. ها اور ا بيج ان ا نيوز بيبر, او بيبقى في اعلى الصفحه اللي موجوده في الصحيفه او في المجله اللي فيها المقال, ده بيبقى خط كبير كده. انظر ماذا فعل مش عارف ايه كده, محمد ابو تريكه يقوم مش عارف بتسجيل 50 هدف في العاب, هو ده بتبقى العنوان الكبيره الضخمه اسمها هيدلاينز او الهيد تايتلز اللي اتقال عليها كده, هيدلاين او هيد تايتل الاثنين. بقى كده عندي الباي لاين, ده بقى بيكون تحته اللي هو مثلا المقال اسمه اهو, وده بقى اسم الكاتب اللي كتب المقال. فبيقول لك ايه, بص الاين هو خط كده بيبقى سطر صغنن كده, ها الاين نيوز بيبر نيمينج ذا رايتر اوف ان ارتكل, بيسمي بيه اسم كاتب المقال. لو مثلا كذا 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 باي مصطفى عاطف, يبقى مصطفى عاطف هو اللي كتب المقال ده, وده العنوان بتاعه, والمقال بقى هيبقى هيكمل معاك بقى باقي الصفحه. طيب بعد كده عندي الكرتون. الكرتون ده اللي هو الكاريكاتير. فبيقول لك a simple drawing, هو رسم بسيط خالص 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 خالص. showing the features of its subjects in a funny way, يعني رسم كاريكاتيري بيوريك موضوع معين بشكل بسيط ومضحك, ده يعني الكرتون. بعد كده البلاي. بلاي يعني مسرحيه, انت بلاي لو جنبها بين القوسين في يبقى فيرب بمعنى يلعب, انما دي بلاي جنبها ان يعني ناون يعني اسم, دي معناها مسرحيه. فالاثنين بلاي بلاي هي هي نفس الكلمه, بس على حسب بقى
هي موجوده فين في الجمله؟ بيكون معناها يلعب ولا مسرحيه. هنا بمعنى مسرحيه لان هي نون. فبلاي بيقول لك ايه؟ اكتيفيتي هو نشاط. engaged activity engaged in for enjoyment especially by children هو نشاط بيتعمل علشان يعني عندك اي مسرحيه، مسرحيه بتتعمل ليه؟ الغرض منها ايه؟ الانجويمنت المتعه، بنستمتع بيها وخصيصا للاطفال. نشاط بيجي ممثلين بيطلعوا على الستيج يمثلوا المسرحيه for enjoyment للمتعه. ها especially خصيصا by children الاطفال، خصيصا للاطفال. طيب بعد كده الانترفيو المقابله اللي بيعملها. بص انترفيو لو حد جاي يتقدم لشغل يبقى اسمها مقابله شغل، اما مثلا لو جم قالوا لي عايزينك تطلع في حلقه في برنامج هنا برضو يعملوا حاجه اسمها انترفيو، اسمها استضافه. هنا بيستضيفوني في البرنامج، فدي معناها دي اللي هم عايزينها هنا. طيب to hold an interview with someone يعني انك تعمل مقابله مع شخص ما، هي دي معناها interview. بعد كده community، community ده المجتمع الصغير اللي احنا بنعيش فيه، المنطقه اللي انت عايش فيها. فيقول لك كده a group of people مجموعه من الناس living in the same place بيعيشوا في نفس المكان. طيب بعد كده اخر حاجه medical equipment، medical equipment الاجهزه الطبيه. the necessary، the necessary يعني الضروريه. the necessary items يبقى الاشياء او العناصر الاساسيه او الضروريه. relating to the science of medicine المرتبطه بعلم الطب. or to the treatment of illness and injuries او المسؤوله عن علاج الامراض، دي اسمها الميديكال ايكويبمنت. بس كده دي كانت الديفينيشنز اللي موجوده. طيب بقى كده مديني الصوره دي وبيقول لوك، بص يوسف، بص يا يوسف، this is the new school newspaper المجله الجديده بتاعت المدرسه. I helped to make it انا ساعدت عشان المجله دي تبقى حلوه كده وعامله ودنها تتعمل يعني. فقال لي great جميل قوي، that looks really interesting شكلها ممتع جدا. what is in it هو ايه اللي موجود جوه المجله دي؟ عم قال له there is موجود news اخبار about our school عن المدرسه بتاعتنا and our community والمكان اللي احنا بنعيش فيه. I interviewed the head teacher انا عملت مقابله مع مدير المدرسه about the new play عن الـ عن الـ عن المسرحيه الجديده. the new play equipment at school هانا wrote a cartoon for the back page وعلى فكره في الصفحه الاخيره هتلاقي هانا عامله الموضوع ده بشكل كاريكاتيري جميل. عم قال له brilliant حلوة قوي قوي قوي. Did you write about the swimming competition؟ طب هو انت كتبت عن مسابقة السباحة؟ قال له yes I did ايوه طبعا عملت كده. بص قال له did you؟ فقال له yes I did. ما ينفعش يقول له did you يقول له yes I do، لا طالما سأل ب did يبقى لازم اجاوب ب did. Did you؟ yes I did. Look بص there is a photo of you، بص 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 ده في صورة ليك اهو with the article موجودة في المقال. you were wearing a medal وانت كنت كمان بتلبس فيها ميدالية. وهنا بيتكلم were wearing ده زمن اسمه زمن الباست كونتينيوس، وهنا بستخدم في was او were verb ing وده هشرحه لك بالتفصيل في الكلاس او في اللسن الثاني من اليونت ده، فعادي خالص ما تقلقش. بعد كده قال له my mom امي will want to see that مامتي هتبقى عايزه تشوف كده. well done هاني الله ينور عليك يا هاني حلو قوي المقال ده. بس وهنا استخدم will وده بيتكلم عن الفيوتشر سيمبل وهكلمك عنه برده لوحده قدام شويه. بس يا سيدي كده نكون خلصنا الليسن الاولاني من يونت 12، تعمل الهوم ورك بتاعك وتيجي تستنى الكلاس اللي بعد كده. باي. السلام عليكم، ان شاء الله ده هيكون يونت 12 ليسن 2. طبعا كالعاده هنبص على الكلمات الاول، يلا بينا. هنا في الكلمات دي بيقول لك ركز على الساوند ال ال اي وال اي ال وال اي ال والثلاثه بيتنطقوا كده. بص او 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 هنسمعها دلوقتي. بص اول كلمه معايا مقال هي ارتكل، تاني ارتكل، بص بص او ارتكل. بتجيب ال ال ازاي؟ او بتجيبها من تحت كده او ارتكل ارتكل. بعد كده كلمه نفق يعني تونل 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 tunnel. وكلمة مستشفى يعني hospital hospital p اهم حاجة hospital hospital hospital. ومركبة او سيارة اي حاجة بتركب بنقول عليها vehicle vehicle vehicle. ولو في حاجة موسيقية بنقول عليها musical musical musical. والجمل اسمه camel camel camel. بعد كده بيديني اربع كلمات خاصين بالكيبورد بتاع الكمبيوتر، فبنقول اول حاجة المسطرة اسمها space bar space space bar دي المسطره الطويله دي. بعد كده عندي زرار اسمه الشيفت شيفت شيفت شيفت. بعد كده عندي زرار الانتر ده اسمه انتر انتر انتر. ولو عايز تقولها انر ماشي بس في الكمبيوتر خليها انتر زي ما هي معروفه يعني. وبعد كده الارقام اللي موجوده اللي هي الاله الحاسبه اسمها نمبرز نمبرز نمبرز
numbers. لو عايز اقول لي يجهز الفطار اسمها make breakfast. make breakfast make breakfast. قلت breakfast ما قلتش breakfast. breakfast breakfast. طيب عايز اقول لي الاطفال اسمها for children. for children. طريق او ممر اسمه track. track track track. وسط التي مع الار. track try travel. لو انت مثلا في الصحراء وعايز مرشد معاك يقول لك الطرق وكده اسمه guide يعني مرشد. خارج يعني outside عكسها داخل inside. يحمي يعني protect. تاني protect. وكلمه منتزه او حديقه اسمها park. والملصقات اللي بنلزقها في كل حته اسمها posters. ويعلن عن حاجه اسمها advertise. وكلمه بيئه يعني environment. كلمه كوكب يعني planet. او اقولها planet برضو صح. كلمه شاطئ يعني beach. لو انت راكب اتوبيس وعاوز تنزل منه فينزل يعني get off اللي هي get off على بعض. get off. يظهر حاجه اسمها show. يتحدث او يتكلم اسمها talk. اما يقول حاجة يقول يعني say. لو حد هيجاوب على اسئلة اسمها answer questions. يستمع الى اسمها listen to Quran, listen to music, listen to اي حاجة. اهم حاجة listen to. يضع يعني put up على بعض او ينصب حاجة زي ينصب الخيمة مثلا اسمها put up على بعض. put up. ويمشي يعني walk. يقعد او يجلس يعني sit. ويجري يعني run. بس يا سيدي دي كانت الكلمات. عندي بقى اربع صور فيهم اربع جمل والجمل دي بتدل على الزمن اللي هشرحه لك النهارده. فانا هقول لك الاربع جمل وترجمتهم بعد كده هشرح لك على البورد الزمن ده او التنس ده بيتكلم عن ايه. اول حاجه مديني الصوره دي بيقول شريف was walking in the park. شريف كان بيتمشى في الحديقة او في المنتزه او في الجاردن. التانية بتقول he wasn't looking where he was going. هو ما كانش عارف هو بيروح فين, هو ماشي كده وخلاص. بعد كده الصورة التالتة بيقول طارق and اشرف were walking in the park. تاني بص قال were walking, الاولاني قال was walking وهنعرف ده في الجرامر. يبقى طارق and اشرف were walking in the park. طارق واشرف كانوا برضو بيتمشوا في نفس البارك في نفس المتنزه او المنتزه اللي هم فيه ده. اخر سؤال بيقول Oh no, Sharif was sitting on the floor. شريف كان بيقعد او كان قاعد على الارض. طيب الجمل دي ليها مغزى؟ لا. المغزى هيجي بقى في درس الجرامر اللي انا هشرحه لك دلوقتي عشان تعرف تطبقه على اي حاجه زي الجمل دي. يلا بينا نشوف الجرامر. بص يا سيدي في الكلاس ده او في اللسن ده هشرح لك زمن اسمه الباست كونتينيوس, وده من اسمه كده واضح جدا انه طالما كونتينيوس يبقى مستمر وطالما باست يبقى ماضي فاسمه الماضي المستمر. وطالما اي زمن هقول لك عليه ان كونتينيوس او مستمر فاستنى مني الاي ان جي, لان الاي ان جي هي اللي بتدل على الازمنه المستمره. طيب فاكر لما قلت لك ام واز وار فيرب اي ان جي ده كان البريزنت كونتينيوس. طيب ايه الفرق ما بين البريزنت كونتينيوس والباست كونتينيوس؟ انك هنا بتستخدم ام واز وار, هنا تستخدم واز وير. طول ما انت معاك was او were ing فده معناها ان انت عملت زمن الماضي المستمر. يعني مثلا جملة تيجي تقول لك كده I was مثلا eating pizza yesterday at 7 او ايا كان. دي جملة اسمها جملة في زمن الماضي المستمر في الباست كونتينيوس. عرفت منين يا مستر؟ اهو عرفت من was ومن ال ing. فطالما في was و ing او where و ing فالجملة دي في زمن الماضي المستمر. طب يا مستر هو ايه اللي بيجي مع was وايه اللي بيجي مع where؟ بص يا سيدي عارف اللي كان بيجي مع is؟ he. بص was تيجي ايه مع he وshe وit, وهنا هنزود معاهم ال i والاول مرة ال i هيبقى مع مجموعة المفرد. اما اللي بيجي مع ال where اهمت الباقيين. ها وير بيجي معاها ايه؟ يلا وي يو ذي
واهم حاجه ما تنساهاش هي الاي ان جي. طول ما انت حافظ الرسمه دي في دماغك هتقدر تعمل اي جمله بكل سهوله جدا في الزمن ده. طيب يبقى ها اي واز، هي واز، شي واز، ات واز، وي وير، يو وير، ذي وير. طيب حلو قوي. طب يا مستر الزمن ده بيعبر عن ايه او ليه موجود اصلا؟ بص يا سيدي الزمن ده بيعبر عن حاجه كانت بتحصل. ايه كانت بتحصل؟ ايه كانت بتحصل في الماضي واستمرت وقت معين. طب يا مستر هو كده ايه الفرق ما بينها؟ يعني لو انا قلت مثلا اي واز ايتينج كذا كذا كذا، وايه الفرق لو انا قلت اي ايت كذا كذا كذا؟ بص يا سيدي الاولى دي معناها انا كنت باكل، اما التانية دي معناها انا اكلت. ايه مستر ما هو نفس المعنى برضو، انا كنت باكل انا يعني اكلت وخلصت، وهنا اي ايت انا اكلت وخلصت. الزمن ده بيحب شوية تقول له امتى بالظبط، يعني I was eating yesterday morning امبارح الصبح، yesterday evening امبارح بالليل، yesterday from 3 to 5 امبارح من 3 ل 5. لكن الزمن ده اقول له yesterday واسكت، الزمن ده اقول له last week واسكت، الزمن ده اقول له last month واسكت، انما ده قول له من كذا لكذا او امتى بالظبط. يعني ده بيحب التفاصيل بالظبط. يعني لو انت عايز تقول لي انا كنت بلعب كوره امبارح قول لي امبارح الساعه 3، امبارح الساعه 5، امبارح من 2 ل 3، امبارح من كذا لكذا. اتفقنا؟ وهو ده الزمن بتاع الماضي المستمر. يلا قول لي انا كنت بلعب تنس امبارح الساعه 3. انا اي بتاخد ايه؟ واز، ها يلعب بلاي، حط طبعا اي ان جي يبقى اي واز بلاينج، بعدين تنس ادي التنس، امبارح يعني يسترداي. ها بص 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 ها 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 مورنينج ات 7 ات 3 ات 5 فروم 3 تو 5. ده اللي تقدر تستخدمه مع الماضي المستمر. اتفقنا؟ فلما تيجي تستخدمه حدد امتى كنت بتعمل الحاجه دي. يلا عايز اقول انا كنت بعيط امبارح الساعه 5، I was crying yesterday at 5. انا كنت بشتري او انا كنت بسوق امبارح الساعه 2، I was driving yesterday at 2. بس يا سيدي طيب لو انا عايز انفي بقى، عايز اقول انا ما كنتش بعمل الحاجه دي، كل اللي عليك انك هتجيب was تبقى wasn't او where تبقى weren't. فلو بيقول لك I was playing tennis yesterday morning تبقى I wasn't playing tennis yesterday morning، ودي معناها انا ما كنتش بعمل الحاجه الفلانيه. طيب قول لي يلا انا ما كنتش باكل بيتزا امبارح الساعه 5، ادي انا يعني اي ما كنتش باكل wasn't eating pizza yesterday at 5. طب انا عايز اقول هم ما كانوش بيلعبوا، سهله، هم يعني زي، ادي زي. يلا زي بتاخد واز ولا وير؟ لا زي بتاخد وير. طب احنا عايزين ننفيها تبقى ويرنت، يلعب يعني بلاي واحط اي ان جي. بيلعبوا ايه؟ تنس. امتى؟ امبارح الساعه كام؟ ات 5. they weren't playing tennis yesterday at 5. دي معناها ان هم ما كانوش بيلعبوا تنس امبارح الساعة 5 ولا حاجة، ده كانوا بيعملوا حاجة تانية. طيب انا كده كونت الجملة ونفتها، ناقصني ايه؟ ناقصني اسأل سؤال بيقول هل هم كانوا بيعملوا حاجة فلانية؟ هل انت كنت بتاكل كذا الساعة كذا؟ فده بتبدأ يا اما بواز يا اما بوير، وبعدين تحط هنا البرناون او الفاعل، واز هي، واز شي، طب هنا وير يو او وير ذي، وبعدين بعد كده احط الفيرب اي ان جي، واز هي يسوق يعني درايف، واحط اي ان جي بقى درايفنج، واز هي درايفنج مثلا يسترداي ايفنينج، هو كان بيسوق امبارح بالليل، انت كده عملت سؤال. طب هنا وير يو دوينج your homework yesterday morning، هو انت كنت بتعمل واجبك امبارح الصبح؟ يبقى علشان تعمل سؤال اجابته اه او لا في الزمن ده
بتبدأ ب was أو بتبدأ ب were، وبعد كده هتحط الفاعل ال subject اللي هو he she you they we أحمد محمد علي إبراهيم، بعد كده تحط ال verb ing وبعدين تكمل جملتك عادي. طب يلا عايز أقول لحد، هي كانت بتعيط امبارح الساعة 2؟ هي يعني she بتاخد was، بتبدأ ب was. was she crying yesterday at 2؟ كده انت خلصت الجملة. طيب اخر حاجة بقى انك تحط سؤال بأداة استفهام. يعني ايه؟ يعني عندك what مثلا اهي، يلا ادي what، بعدين حط بعدها يا اما was يا اما where، على حسب ايه؟ على حسب اللي هيجي بعدها. لو هيجي بعدها هي تبقى was، لو هيجي بعدها احمد تبقى was، لو هيجي بعدها علي يبقى was، لو جه بعدها جامع يبقى where they. What was he? What were they? بعد كده حط verb ing وكمل الجملة، حط عندي استفهام. يلا بينا، قول لي هو انت كنت بتلعب امبارح الساعة 3؟ عادي انت يعني يو اهو، بص بص ادي يو. يو بتاخد ايه؟ بتاخد وير، ادي وير. وايه يعني ايه؟ يعني وات. بص وات وير يو، يلعب يعني بلاي، حط ing بعد كده حط الوقت اللي انت عايزه. What were you playing yesterday morning yesterday evening yesterday at 5؟ براحتك انت حر. طيب عايز اقول هي كانت بتطبخ ايه امبارح الساعة 5؟ عادي هي يعني she بتاخد was، وايه يعني what؟ يبقى what was she، what was she يطبخ يعني cook، حط ing. What was she cooking yesterday at 5؟ بس يا سيدي هو ده زمن الباست كونتينيوس، كون من was او were، ing لما باجي انفي بخليها wasn't او weren't، ing لما ابدا بسؤال بخليه بيبدا ب was او were، ing لما احب احط سؤال بأداة استفهام بحط أداة الاستفهام what او where او when او اي حاجه، بعد كده was او were، بعد كده الفاعل، بعد كده ing. وبكده نكون خلصنا الليسن، تعمل هوم ورك بتاعك وتيجي على الليسن اللي بعده. باي.